السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. محافظ الجنوبية يترأس اجتماع اللجنة الأمنية ويؤكد على أهمية الرقابة المرورية لضمان سلامة المواطنين. وزارة الصحة تطلق خدمة الواتساب للرد الآلي الفوري. مبادرة للنهوض للبحرينيين العاملين في القطاع الزراعي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية اجتماع اللجنة الأمنية عن بعد بحضور نائب المحافظ وعددا من الضباط من ممثلي الإدارات الأمنية. وقد اطلع سمو محافظ المحافظة الجنوبية على الخطط المتعلقة بانسيابية الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور في عدد من المناطق وشارع مشتان ومنطقة النويدرات، موضحا سموه أهمية تعزيز الرقابة المرورية وذلك لضمان سلامة مستخدمي الطريق. وضمن جهود المحافظة الجنوبية في مكافحة فيروس كورونا، استعرض سموه خطة التطهير الاحترازي التي تقام بالشراكة مع الإدارة العامة للدفاع المدني والمتطوعين، حيث تم إقامة سلسلة من حملات التطهير في منطقتي الزلاج والرفاع، والحملات التي سوف يتم إقامتها خلال الفترة القادمة في مختلف مناطق المحافظة الجنوبية، والتي تسهم في تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال بذل الجهود لضمان أمن وسلامة الأهالي والمواطنين. أشاد محافظ محافظة المحرق سلمان بن هندي المناعي بالدور الذي يقدمه أهالي المحرق بكل مدنها وقراها خلال هذه الجائحة، ويأتي في مقدمتها الالتزام بالتعليمات التي يقدمها الفريق الطبي. وأضاف المحافظ أن المحافظة شهدت على أيدي أبنائها عمليات تعقيم وتطهير للعديد من مرافقها الحيوية ومن ضمنها الأسواق التجارية والمجمعات، مقدما في الوقت ذاته الشكر والتقدير للإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية على جهودها في تقديم الدعم والمساندة والتدريب لكل المتطوعين. كما أشاد محافظ المحرق بمجموعة فريق البحرين تستاهل وجمعية البحرين للتسامح وتعايش الأديان على الأدوار الاجتماعية والتطوعية التي مثلت الشراكة المجتمعية عبر مساهمتهم في عمليات التعقيم وغيرها من الأدوار الوطنية. أصدرت وزيرة الصحة السيدة فائقة بن سعيد الصالح 3 قرارات تتعلق باشتراطات المحلات التجارية والصناعية لاحتواء فيروس كورونا، وجاءت القرارات كالتالي. Thank you.
أطلقت وزارة الصحة خدمة الواتساب للرد الآلي الفوري حول كل ما يتعلق بفيروس كورونا كوفيد-19 ومعرفة آخر المستجدات والقرارات والأخبار، حيث تتيح الخدمة لمستخدميها الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالفيروس في البحرين والجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد، حيث يمكن الاشتراك في الخدمة المجانية المتاحة على مدار الساعة من خلال إضافة الرقم الخاص بالخدمة إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم على تطبيق واتساب. السادسة مستمرة وتتابعونا فيها بعد قليل. جامعة البحرين تتيح لطلبة الثانوية المتخرجين في العامين الماضيين تقديم الطلبات للالتحاق بها. أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل محمد أبو الفتح أن الوكالة بتوجيهات وزير الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف مستمرة في تنفيذ الخطط التي وضعتها من أجل النهوض بالبحرينيين العاملين بالقطاع الزراعي، فضلا عن مواصلة العمل على برامج تنسيق مع الجهات ذات العلاقة في سعيها نحو تعظيم مساهمة القطاعين في الأمن الغذائي المستدام لمملكة البحرين. وقال أبو الفتح أنه ضمن الاهتمام بالعاملين في القطاع الزراعي والذي يشكل أولوية في عمل الوكالة، تم توفير 19 أرضا زراعية بمنطقة هورة عالي لصغار المزارعين، وهي الأراضي المتاحة في الموقع، حيث تم إبرام عقود انتفاع لمدة 10 سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة مع 19 مزارعا بحرينيا، بالإضافة إلى إصدار بطاقة الهوية الزراعية وتسليمها للمزارعين، إذ حرصت الوكالة على فتح قنوات التواصل مع جمعية البحرين التعاونية الزراعية بخصوص إصدار البطاقات لضمان أن تصدر البطاقات للمستحقين لها وفقا للاشتراطات الموضوعة. أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة البحرين فتح باب التسجيل للطلبة الراغبين في الالتحاق بها من خريجي الثانوية العامة للعامين الماضيين، مشيرة إلى أن ذلك سيكون متاحا لطلبة المدارس الحكومية والخاصة ومركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني. وأفادت العمادة بأن عملية التسجيل ستكون متاحة عن طريق النظام الإلكتروني لخدمة الطالب، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل إلى يوم الأحد الذي يليه بتاريخ 26 من يوليو 2020. وكانت جامعة البحرين أفادت بأنها قررت عدم إجراء اختبار القدرات العامة والمقابلات التي درجت على تنظيمها سنويا بصورة استثنائية هذا العام، نظرا لما يمر به العالم من ظروف بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المعدل التنفسي سيكون المعدل التراكمي للثانوية العامة أو ما يعادلها. أعلنت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عن فتح باب التسجيل للبعثات الدراسية للطلبة المكفولين في المؤسسة من خريجي العام الدراسي 2019-2020 ممن لا تساعدهم ظروفهم المعيشية على استكمال دراستهم الجامعية. تم تخصيص 50 بعثة سنويا وفقا للتوجيهات الملكية، استفاد منها حتى العام الدراسي الجديد 900 طالب وطالبة، وستخصص بعثات العام الدراسي الجديد للدراسة داخل مملكة البحرين فقط في جامعة البحرين وكلية بوليتكنيك البحرين وكلية العلوم الصحية، حيث ستكون أولوية القبول وفقا للمعدلات الأعلى. ودعت الملكية للأعمال الإنسانية الطلبة الراغبين في التسجيل ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التسجيل في خدمة البعثات الدراسية على موقع المؤسسة الإلكتروني. أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استكمال مرحلة دمج بيانات بطاقة ذوي العزيمة المعتمدة في أنظمة الوزارة مع أنظمة السجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ضمن مراحل المشروع الرامي لتقديم كافة التسهيلات لذوي العزيمة، حيث بدأت الهيئة بطباعة رمز الإعاقة ضمن بيانات بطاقة الهوية المطورة، فضلا عن تخزين البيانات ونوع الإعاقة في شريحتها الإلكترونية، وذلك في ظل التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة.
وقد تم إعداد واعتماد خطة على مدى عام ونصف للانتهاء من تحديث كافة بطاقات الهوية المحدثة للأشخاص ذوي العزيمة قبل انتهاء بطاقاتهم التعريفية القديمة، إذ بإمكان الأشخاص ذوي العزيمة الاستفادة من بطاقاتهم التعريفية الحالية قبل إلغائها تماما مع نهاية العام 2021. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.